هاي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من امبارح. عندنا النهارده اكلات لايت وخفيفه، مع انها باللحمه وكده، بس الخفه دي جايه من ايه بقى؟ جايه من صوص الزبادي. اللي هنعمله النهارده هو صوص اللبن او صوص شامي شهير جدا. هو ايه صوص اللبن؟ اللي هو صوص الزبادي والنشا، وبنبتدي بقى ننوع فيه. بنعمل منه كوسة باللبن اللي هي شيخ المحشي أو الشيخ المخشي على حسب كل منطقة بتنطقه ازاي، وبنعمل بيه الشكرية، وبنعمل بيه الكبيبة باللبن، الكبة باللبن. فالنهاردة هنعمل الصوص، وهوريكو ايه الأفكار اللي ممكن نتعامل مع الصوص ده بيها. فهنبتدي بالشكرية أول حاجة. يلا بينا. أول حاجة محتاجين ايه؟ محتاجين لحمة موزة بقى حلوة كده. احنا النهاردة مستخدمين لحمة موزة من بوم ميت، وسلقتها. طبعا السلق عبارة عن ايه؟ بصلة ارباع، عود قرفة، ورق لورا، فصين حبهان، رشة جوزة الطيب، وفلفل اسود. سلقة حلوة كده النهاردة الموز بتاعتنا من بوم ميت. والصوص هنحتاج ايه؟ انا هشتغل بكيلو من الزبادي، وهحط عليه كمان شوية من شوربة اللحمة، بس أنا هحط شوربة اللحمة على حبة الصوص اللي هاخدهم للشكرية فقط. فهنقول كيلو زبادي، ومعلقتين كبار من النشا، ومعلقة صغيرة فلفل أبيض، ورشة جوزة الطيب. الشوربة أو المرقة بتاعتي هستخدمها بس مع الشكرية. خلونا نبتدي بأول حاجة في الصوص. يلا بينا. وبعدين نشتغل في الشكرية كده لوحدها. ادي الزبادي. الاكلات اللي بتتعمل دايما بالزبادي او بالرايب بتكون اكلات خفيفة ولذيذة جدا، وبنقدر ناكل منها براحتنا. ادي هنحط بقى كمان النشا، وهنحط مية باردة، وهقول لكم ازاي نتعامل مع الصوص. ادي النشا اهي، والزبادي على بعض. الصوص احنا محتاجينه ما يفصلش، فبالتالي التقليب المستمر هو اهم حاجة. هحط مية باردة تقريبا على الكميه اللي انا هشتغل بيها دي، احط كوبايه من الميه. لو احتاجت بعد كده ان انا اخفها شويه ما عنديش مشكله. الصنعه كلها بقى في الصوص هنا، ان انا ابتدي اقلب 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 طول الوقت، والنار ما تبقاش عاليه قوي علشان الصوص بتاعي يفضل كريمي، طعم الزبادي فيه مظبوط، ما يقطعش ولا يحصل له اي حاجه. فالتقليب والتحريك المستمر هو اهم حاجه. خلونا نشوف برضو صوص هنعمل ايه مع الشكريه. الشكريه بتتعمل بالموز الضاني، بتبقى تحفه. دي اكلات شاميه واكلات سوريه معروفه جدا، والصوص ده صوص شامي بيتعمل بيه حاجات كتيره جدا جدا جدا. فالنهارده هناخد ثلاث افكار ونشتغل عليهم بالصوص ده. الشكريه اول فكره، احنا زي ما قلت لكم استخدمت لحمه موز من بوم ميت، وتقدروا تستخدموا اي موزه، تبقى ضاني او كندوز زي ما تحب. قطعتها صغير كده، برضو التقطيع ما فيهاش اي مشكله، تقدري تقطعيها او ما تقطعيهاش، او تسيبيها صوابع. لو الموز البتلو مثلا ممكن جدا نستخدمها، بتبقى لذيذة، فما فيش مشكلة. نكلم انجي. يا انجي ازيك؟ اهلا اهلا. عاملة ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله انا كويسة، يا رب تبقي بخير. كل سنة وانت طيبة. انت طيبة، انا بحبك جدا والله، وبنتي بتموت فيك. يا حبيبتي سلمي لي عليها وبوسيها لي قوي قوي قوي، قولي لها كل سنة وانت طيبة. اسمها ايه؟ الله يسلمك. اسمها اسيل. اسيل. ربنا يحفظك. حضرتك على سؤال اموري.
انا كان عندي كنافه وعايزه اعملها بالكريم شانتيه، ينفع تدخل الفرن ولا لا؟ لا هنحمرها وهنعمل الكريم شانتيه لوحده وهنسقعه، وممكن تحطي مثلا على الكريم شانتيه ده جبنه كريمي لو حابه يعني تسكريه شويه وتديله طعم كده، او علبه قشطه لو عايزه بالكريم شانتيه بس. يبقى هتضربي الكريم شانتيه باللبن الساقع وتسيبيه في الثلاجه يبقى ساقع كده، وتحمري الكنافه لوحدها وتعملي الطبقات بتاعتك. بس طبعا لازم تسقي الكنافه شربات، فبعد ما الكنافه تتحمر تاخديها تدلقي عليها شويه شربات كده من الشربات بتاع الحلويات، وتاخدي بقى وتعملي كاسات او تعملي حاجه كبيره براحتك. حطيت الزيت هنا في الحله عشان هنعمل بقى الشكريه، هحط البصل. مش كل الناس بتحط لها بصل، بس الحقيقه حبيت الوصفه اللي فيها بصل. حطها على النار، وعايزه اصفي اللحمه ونزلها كده تتقلب وتتقلى مع البصل. ايوه طيب، هنطلع فاصل سريع ونرجع. رجعنا من الفاصل، الصوص لسه على النار، البصله والزيت او بالسمنه براحتك، ممكن تشوحيها بسمنه او بزيت، وهنزل باللحمه المسلوقه كده. هنا احنا بنعمل الشكريه بلحمه موزه من بوميت. هشوح بالشكل ده كده. الوصفات بتختلف من بلد لبلد ومن ست بيت لست بيت. الشكريه ممكن يتحط لها بصل وممكن ما يتحطش، الشكريه ممكن يتحط لها من الشوربه وممكن ما يتحطش. ايه تاني؟ ممكن نستخدم لها اللحمه صغيره او كبيره، او موز زي ما تحبوا، تكون موزه ضاني، تكون موزه بتلو، تكون زي ما تكون. فالطرق كتيره، علشان انا عارفه ان الناس شويه بتبقى متحيزه للوصفات اللي ممكن تبقى بتاعه بلادهم، وخايفين انه حد يعمل حاجه غلط. احنا بنجتهد وبنحاول ان احنا نعمل حاجات كتيره قوي، وبنبقى قصدنا ان احنا نتعرف على اكلات بعض. هشوح كده، هنزل بشويه من الفلفل الاسود والفلفل الابيض، وهحط برده شويه من الفلفل الابيض في الصوص. في ناس كتير ما بتحطوش، انا ببقى عايزه اتبل الصوص شويه، وعجبتني فكره ان انا احط له فلفل ابيض والقليل جدا من جوزة الطيب القليل. وهنا كمان على اللحمه حطيت لها جوزة الطيب بالشكل ده كده، حط لها الملح. نقلب الصوص، ايدينا دايما في الصوص عشان ما يقطعش مننا. حط الملح كده، اللحمه كده يروح منها طعم السليق ويبقى وتبقى متشوحه كده ولذيذه. نقوم حاطين عليها مغرفتين من الشوربه، وبعدين نكمل بصوص اللبن اللي احنا عاملينه. شوربه اللحمه، طبعا اللحمه زي ما وريتكم قبل كده انا بعمل ايه، احيانا مش دايما مش كل مره بحب اشوح اللحمه. تشويحه اللحمه دي قبل ما احط لها الميه بتفرق معايا جدا، وانا بشوحها بقى للشكريه ممكن اقوم حاطه عود القرفه زي ما قلت لكم، حاطه الحبهان، البصله، عايزه تضيفي جزرايه تمام. فادي الصوص هنا بيبتدي يتقل بالراحه، النار مش عاليه وانا بقلب فيه، واللحمه اهي في الشوربه. هحط لها الصوص دلوقتي، مستخدمين موزه من بوميت. الصوص
الصوص بيبتدي يتقل بس بالراحه، مش عايزاه يبقى زي البلوزه المهلبيه، لان هو انا عايزه طعم الزبادي يفضل باين. التقليب المستمر هو الصنعه كلها، وان انا ما زودش النشا. اهو الصوص ابتدى يتقل خالص، هقوم عامله ايه؟ هاخد منه كده، وانا كده بصوا القوام، قوامه ممتاز. ممكن يحتاج ان انا احط له شويه ميه كمان شويه، بس هو كده قوامه ممتاز، فهاخد منه وهحط على الشوربه. نعم، معانا تليفون. مدام ناديه، يا مدام ناديه ازيك؟ واحنا بنحط الصوص كده. اهلا اهلا، هاي هاي حبيبتي وروح قلبي، يسعد صباحك وبنتي الغاليه اللي اتشرف كل يوم ان انا اكلمها. والله الشرف كله ليا يا روح قلبي. عامله ايه؟ والله ده انت جميله يا دعاء في كل شيء. والله ربنا يكرمك يا رب. النهارده واخدانا فين؟ على بلد الشوام. عند الشوام. أيوة بقى. ايوه شفتي بقى. ايوه النهارده سوريا على لبنان، بس مين لي سوري يعني؟ هو برضو يعني روح لسوري وفلسطيني، بس سوري يعني قوي سوري اكتر. انا حاسه انا عمري ما اكلته، بس اكيد طعمه جميل. جميل قوي قوي، جميل جدا وبارد كده وبحب لحمه الموزه زيك بالظبط. انا بحبها قوي. مش بقول لك بنتي وحبيبتي؟ بس عيالي ما بيحبوهاش يا طنط ناديه. العيال ما بيحبوش الموزه. ما هي دايما بتبقى بالعكس، انا كان كده ولادي بتحبوها في الاخر. ما انا بحاول كده. السمين الزغنن اللي فيها ده بيبقى جميل طعمه. ايوه عايزين حته اللحمه حمراء. بتبقى ناعمه. بتبقى ناعمه جدا والله يا دعاء. جدا جدا، بس هي جيلاتينا. تسلمي وتعيشي وتعملي لنا الحلو كله. ربنا يخليكي. اكل بلدنا وبلاد ثانيه وممتعه والله يا دعاء. تسلمي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. تليفونك دايما مبهج وجميل، وربنا ما يحرمناش من تليفوناتك الحلوه وكلامك الحلو. اخدت من الصوص زي ما انتم شايفين كده، وحطيت على الشوربه واللحم، ونسيب الكلام ده بقى ايه يبتدي يغلي ويبقبق واحده واحده. اللحمه مسلوقه، خدوا بالكم، يعني مش عايزين غليه كتير ولا انه يستوي كتير، بس محتاجينه ياخد غلوتين مع بعض. الصوص تقريبا كده بقى جاهز عندي عشان اشتغل بيه في بقيه الحاجات. تعالوا افكركم بحاجه لذيذه جدا قبل رمضان عملناها مع بعض. عملنا ايه؟ عملنا الكبيبه. الكبيبه عملناها من اول ما نقعنا البرغل لحد ما طحناها قدامكم وشكلناها، عملنا كانت حلقه جميله جدا جدا جدا، وكنا بنفرزن وقتها الكبيبه. طيب هنطلع فاصل سريع ونرجع تاني، ما تروحوش في اي حته. ورجعنا من الفاصل. الصوص خلاص، ده صوص اللبن، وحطينا اللحمه في الصوص. وكنت بقول لكم قبل الفاصل لو تفتكروا الكبيبه اللي عملناها وفرزناها، يلا بينا نقليها علشان هنحطها بقى كمان في صوص اللبن النهارده. هننزل بقى مقادير الكبيبه عشان اكيد هتبقوا محتاجينها. انا هنزل الكبيبه كده، والشاشه دلوقتي هتلاقوا عليها المقادير. يلا المقادير على الهوا اهي. اللحمه المفرومه دي لحمه مفرومه، كنت عاملاها تعصيجه بالبسله، هحشي بيها كمان الكوسه علشان نعمل الكوسه باللبن او شيخ المحشي او شيخ المخشي بالشكل ده. طبعا بتتحشي لحمه مفرومه بالمكسرات لو حابين، او من غير مكسرات. ويعني ما كانتش فيها وصفات كتير فيها بسله، بس انا اللي عندي كانت بالبسله، فقلت ما فيش مشكله نعملها بالبسله عشان كنت عايزه اشتغل باللحمه المفرومه اللي انا فرزنتها. دي طريقه شيخ المحشي. بنعمل ايه؟ بحط زيت على النار علشان عاوزه كمان اشوح الكوسه دي. انا طبعا حاطه كوسه في الفرن، انا بوريكوا بس على حاجات صغيره. فهحط الكوسه كده على النار، عايزاها تتشوح، وبعدين بدخلها الفرن معاها ربع كوبايه ميه،
وبعد كده بطلعها اسقطها كده في الصوص بتاع اللبن، وبنعمل طشة رهيبة للحركات دي. في ناس ما بتحبش، ممكن تحب تسلق الكوسة، في ناس ممكن تحب انها تدخل الفرن على طول، انا بحب احمرها بصراحة. التحميرة دي بتفرق معايا جدا. بشوحها كده تشويحه حلوه، هوريكم اللي في الفرن كمان علشان نحط الاثنين دول معاهم. طلع اللي في الفرن، فين 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 المسكه، انا حاطه لها ربع كوبايه ميه، حاجه بسيطه قوي يعني، او شوربه. ونحط الكوسة بالشكل ده كده، نسيبها بقى تكمل تسويتها في الفرن، وبعدين بقوم حط عليها الصوص ومدخل الفرن، او مسقطاها هي تاخد غلوتين في الصوص. نحطها من تحت، احنا محتاجين نطلع فاصل. انا مش سامعاكم. يلا بينا نطلع فاصل سريع ونرجع تاني، ما تروحوش في اي حته. رجعنا من الفاصل، والكوسه في الفرن علشان هنحطها في الصوص، والكوبيبة بتتقلي واللحمة في الصوص. ادي صوص اللبن اللي احنا عملناه، طلعنا منه 3 أكلات تنفع معانا، أكلات رئيسية أو أبيتايزر في العزايم وكده. جربوها في العزايم كطبق صغنطوط، هتلاقوا الناس ايه ده، ايه الطعم ده، هتلاقوها لا يعني في حاجة غريبة، بس طعمها مقبول كتيست مصري مقبول. هنعمل لها الطشه في الاخر، بس خلونا دلوقتي اعمل معاكم البقلاوه سريعا. بقلاوتنا النهارده محشيه بالكنافه، حلوه حلاوه، مش قادره اقول لكم قد ايه. يلا بينا. ايه بقى المقادير؟ محتاجين لفه جلاش، محتاجين نص كوبايه من السمنه، ومحتاجين كمان السيرب بتاعنا يبقى تقيل وبارد. الحشوه كوبايه ونص من عين الجمل، ينفع يبقى سوداني؟ اه ينفع يبقى سوداني، ينفع من غير؟ اه مفيش مشكله، اي من غير اي مكسرات ما عنديش مشكله. معلقتين كبار من السكر الباودر، معلقه كبيره صغيره قرفه، وكنافه متحمره. شفتوا كده لما بنقعد نقلب الكنافه علشان تتحمر؟ انا هقول لكم الخطوات عامله ازاي عشان الوقت عندي مش هيسمح ان انا اعمل كميه كبيره، فهوريكم كل التفاصيل بتاعتنا. ادي السمنه، طبعا طبقه السمنه في البقلاوه لازم تبقى طبقه محترمه. ليه؟ علشان تقرمش بسرعه وتديني لون بسرعه كمان، مش بس لون حلو، علشان لما تدخل الفرن ما تطولش وتديني اللون الباج بتاع البقلاوه ده سريعا سريعا. السمنه تسخن تقوم كانها بتقلي قطعه الجلاش كده. الجلاش بياخد السيرب بتاعه تقيل علشان برضو ما نبلش الورقة بتاعتنا. طيب الحشوة عبارة عن ايه؟ تعالوا نعمل الحشوة كده مع بعضينا. احنا ممكن، لا ممكن ما نحطش الحشوة على بعضها، استنى. ناخد ورقة ورقة، نشيل الصوص على جنب. يا مروة ازيك، شكرا يا مروة، حاولي تكلمينا تاني. ادي الصوص
السمنه نعمل كده. طبعا احنا عندنا اهم حاجه بس عندي كده الاطراف اوكي، وبعدين بحشيها زي ما قلت لكم بالكنافه ال شايفين محمره لذيذه جدا. نحط عليها رشه من عين الجمل او السوداني، بتطلع تحفه بالسوداني، رشه قرفه اذا حابين، ورشه من السكر الباودر. نعمل كده كده، نضمها كده على بعضها ونبرمها، سهله جدا. ناخد السمنه، اي سمك بقى عايزاها ارفع حاجه، عايزاها تحطي حشوه قليله براحتك. اتحكمي في الحشوه زي ما انت عايزه، بس هي ورقه واحده. الزيادات هنشيلها لو نحب نشيل او نحب نطبقها، انا بحب اقصها كده من الاخر. الكنافة متحمرة، طب لو انا عايزة احطها بيضة مش متحمرة ما عنديش مشكلة، بس المتحمرة احلى. تدخل طبعا على درجة حرارة الفرن يبقى عالي، ما يبقاش على الهادي، يبقى عالي علشان تتحرمش كده على طول. عايزاها كنافة بس ما تحطيش مكسرات خالص ما عنديش مشكلة، عايزة من غير قرفة ما فيش مشكلة. بتتقطع امتى؟ بتتقطع قبل ما تدخل الفرن. وهكذا بنكمل كل الصفوف، عايزه ابص على اللي في الفرن، بنكمل كل الصفوف علشان تدينا شكل البقلاوه اللي احنا متعودين عليه. اوكي زي ما احنا، خليني برضو اوريكم بنقطعها ازاي علشان مش هنكمل بقيه ال بس زيادة كده. نديها سمنة على الوش بالشكل ده، طبعا ده أساسي اوعوا تنسوا كده، كأننا عملنا الصفوف كلها. وبعدين نقوم عاملين كده بالراحة، نقطع على حسب احنا عايزين نقطع قد ايه. لو حابين مربعات طبعا، حابين اي شكل تمام جدا، ده ابسط شكل واحلى شكل للبقلاوة اللي بالكنافة، انا بحبها جدا بالطريقة دي، تدخل الفرن وتطلع كمان يعني ربع ساعة بالكتير قوي، بتاخد تقريبا 10 دقايق، ما تكتريش عن كده، لازم تبصي طول الوقت، لو فرنك شغال فوق وتحت يبقى هايل، وتاخدي بالك من الحرارة اللي فوق علشان هو محتاج 10 دقايق على نار عالية، بس ابقى باصة يعني مش ادخل الاقيه الفرن من فوق حرقهالي، لا يعني ممكن تسيبيه 5 دقايق الاول وبعدين 5 دقايق من فوق علشان لو فرنك عالي. بس كده بتطلع من الفرن بسقيها بالشربات وبتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بتطلع من الفرن بالشكل ده بعد ما بسقيها بالشربات. تعالوا بقى نلم كل الحركات بتاعتنا ونرجع تاني نقفل صوص اللبن بتاع النهارده. يلا بينا.
الطشة بتاعت الأكلات بتاعت النهاردة طشة لذيذة جدا. ممكن تدوني الكبيبة؟ يلا بينا نحط عليها شوية من عين الجمل مثلا، المجروش قبل ما نشيل كده كده. للتزيين فقط يعني، هي كده كده بقى محشية أحلى حشوة. الطشة عبارة عن إيه؟ عبارة عن سمنة طبعا، لو عايزينها تبقى زيت زيتون مفيش مشكلة، بس أنا بحب طشة السمنة بصراحة، وتوم، وممكن نعناع ناشف لو تحبوا، وكزبرة خضراء. تعالوا نسخن ده كده، وناخد الكوسة نحط عليها الصوص. ادي الكوسة وادي صوص اللبن. ساعات بحب اقدمها كده وما بدخلهاش الفرن ولا اي حاجة، وساعات بحب ادخلها تاخد تكة بسيطة وغلوة بسيطة جدا. ادي الكوسة بالشكل ده، تعالوا ندخلها الفرن تاخد الغلوة دي، وبعدين نطلعها نحط لها الطشة. كده باقي عندي الكبيبة، هي اللي كمان عايزة احط لها اللبن بتاعها، فممكن نسخن لها الصوص. شفتوا الصوص؟ احنا ولا خففناه ولا اي حاجة، مظبوط جدا من اول الحلقة لاخر حبة زي الفل، ولا نشا بزيادة ولا اي حاجة بزيادة. تعالوا نسخن الصوص كده، نشيل الحاجات دي من هنا. التومة على النار مع السمنة، والسمنة ينفع تبقى زيت زيتون، ايوة طبعا هي الاصل بزيت الزيتون، بس انا بحب السمنة اكتر. هحط الكزبرة بالشكل ده، طشة كزبرة وتوم. الطشة دي بتدي طعم اكتر من رائع، وبتظبط معايا الاكلة بشكل. انا عارفة ان احنا بنحب كمان الطشات وبنحب الحاجات اللي فيها توم وكزبرة، فعشان كده بقول لكم انها لايقة علينا جدا. ما بنحمرهاش قوي بزيادة زي ما احنا متعودين. تعالوا نحط الشكرية بتاعتنا في الطاجن. بسم الله. الشكرية المختلف فيها ان هي فيها بصل، وانا حبيت فكرة البصل جدا. ونكلم مروة. يا مروة ازيك؟ ازيك يا شيخة، عاملة ايه؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا. انا من الصعيد، واحنا بنحب الجو جو والله. انا كمان بحبك قوي قوي قوي، ربنا يكرمك، الف شكر. عسل ليه؟ انت عسل، قمر، سكر، منجل، ذهب. شكرا 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 شكرا. ايه الدلع ده والله العظيم، يعني كل يوم يتفرجوا عليك يفضل يقول انا هدي لابسه مش عارف ايه، انا هدي عامله شعرها ايه، لا انا ايه هيشم عليكي. انت منين؟ انت منين؟ انا من جني. من هنا؟ ايوه. احسن ناس من جنة. احسن ناس والله، احسن ناس. ربنا يخليك ولادك يا رب، ما فيش حاجه وحشه فيهم يا رب. يا رب يا حبيبتي، واحفظ لك كل الناس اللي بتحبيهم. جيت يا ريت تيجي الصعيد عندنا، يا ريت. ايه؟ يا ريت تيجي عندنا الصعيد. انا بحب اجي الصعيد قوي، انا بركب القطر وبشوف كل بقى لحد ما اوصل لاسوان، فانا بموت في الصعيد. احنا مش هركبك القطر، احنا هركبك الحصان، بس انت تعالي. ماشي خلاص، اتفقنا. اتفقنا. احسن ناس واجدع ناس واشطر ناس، ستات الصعيده
اشطر ستات واجدع ستات. يلا بينا. عملنا ايه؟ احنا حطينا انا كنت بحط الشكريه، عايزه احط لها الطشه كده. بصوا بقى الطشه وجمالها على الصوص مع اللحمه. اخر حركات. برضو في ناس بتحب تقدمها من غير الطشه. ناخد الكوسه بتاعتنا بعد ما خدت غلوه مع الصوص، نعمل كده ونحطها هنا، نحط عليها الطشه. اختراع، اكله جميله قوي. الشوام بياكلوها مع رز بالشعريه زي ما تحب، انا زي ما تحب وانا باكلها حاف الحقيقه. يعني بنبسط بيها كده من غير رز ولا اي حاجه. الكوبيبه، نحط الكوبيبه بقى هنا. دي اي كوبيبه متحمره عندكم تقدروا تعملوا لها الصوص ده، هتبقى تحفه. اوبا ماشي. احنا شايلين الكوبيبة نص مقلية لما عملناها، نحط عليها بقى الصوص كده 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 كده. نبين بقى ان دي كوبيبة، نسيبها كده شوية ونحط عليها من الطشة. اوكي. ونجرنش بقى طبعا. الشوام بيحطوا صنوبر، بيحطوا لوز، احنا هنحط لوز. يلا بينا. صنوبر ده من الحاجات الغالية جدا، طبعا طعمه حلو وكل حاجة بس بصراحة غالي بزيادة. فهنحط اللوز، مش عايزين اصلا نحط حاجة ولا يهمنا ولا مهم ولا ضروري ولا اي حاجة. احنا دايما بنهتم بان احنا نعمل لكم الحاجات دي عشان انتوا تشوفوا صوره حلوه، لكن يعني ان جيتوا للحق موضوع عادي، يعني مش مستاهل ومش لازم. في حاجات للصوره عشان تشوفوا انتوا صوره حلوه او تعرفوا الاكله ازاي بتتقدم. اكلاتنا لذيذه النهارده، خفيفه وقوي. يلا بينا. عملنا ايه النهارده؟ عملنا صوص اللبن او اللي هو باللبن الزبادي. معمول ازاي؟ بنشا وبزبادي كتير. طلعنا منه ثلاث وصفات، وصفه الشكريه اللي هي الموز، وعملنا كمان كوسه باللبن او شيخ المحشي، وعملنا الكوبيبه باللبن بتتقدم جنب رز بالشعرية، وعملنا كمان صينية البقلاوة بالكنافة، محشية كنافة ومحشية عين جمل. حبة كنافة عندك في الفريزر كده طلعيهم حمريهم، لفة جلاش واسقي شربات وعيشي حياتك. كل سنة وانتم طيبين، اشوفكم بكرة على الهواء على خير ان شاء الله. اتمنى تكونوا انبسطتوا واستفدتوا واتسليتوا. سعيدة ومبسوطة جدا بالحلقة كالعادة. اشوفكم بكرة على الهواء على خير ان شاء الله. ما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا، انستجرام، فيسبوك، ويوتيوب. صفحتي الشخصية دعاء استمنوزي بالعربي والانجليزي على انستجرام وفيسبوك. اشوفكم على خير. باي باي.